بون ابتيكار. سب لك شاي يا ماما. بص من عني ليش بقى؟ والله عندي ضفر كل وحدة بيناتهم 60 رجال، لك هدول عيوني اللي بشوف فيهم، هدول الدم اللي بيمشي بعروي، هدول تاج راسي وياسمينات بيتي. أنا متقل منهم ومستقتل على ما جوزوا. لا وشو غص من عني يا عيب الشوم عليك يا عبدو، ما كنت بعرفك هيك، نزلت من عيني. بس والله كمان مو حلو بحقهم، صاروا كبار ما شاء الله حولهم، ولازم يتجوزوا ويفتحوا بيوت ويجيبوا اولاد، ما عادوا صغار بكره بيعنسوا. ما عم تاكل ابن عمي؟ لا شبعت الحمد لله دايمة. صب لك شاي يا بي؟ ايه يا بي الله يرضى عليك. الله على عيني، رح صب لك بكاسة جديدة. تفضل يا بي. الله يسلم ايديك يا بي. الحمد لله. قوموا يا بنات خذوا الاكل على المطبخ بسرعة، قوموا. ايه يلا يلا حاضر يا عمو. يلا انت وياها دايمة. صحتين يا بي، صحتين 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 يا بي. انا زعلانه منك. ليش يا عيون ابوكي؟ امبارح نمت وما شفتك. والله تاخرت بالشغل يا بي. يلا هلا شوفيني وبوسيني وروحي نامي. مالي نعسانه هلا يا بي؟ روحي انعسي ونامي. روحي يا مو غسلي ايديكي. يلا حاضر. قومي يا مو سحر، قومي الحقي اختك وغسلي ايديكي معها. حاضر يا مو. شبها مطموزه سحر خانوم. اختها فادية قصت لإيده وراس اللعبة بالمقص وعلقت بيناتهم. لا 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 لا، وما تشوف إلا اشتغل شد الشعر بيناتهم، نتفوا حالهم تنتيف وأكثر من ساعة لحتى هديوا. وما تصالحوا لهلا؟ لا يا بي، سحر خانهم امطنزي ما بدها تصالحها لإختها فادية. الحق معها.